حيث صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من إيران معطلة سعيها لتغيير نتائج هذه الانتخابات، وتفتح المصادقة على النتائج المجال أمام البرلمان المنتخب للانعقاد وعقد مفاوضات مكثفة للاتفاق على رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة لاحقا. أبو عايدة إسدال الستار على الانتخابات العراقية ومسارها القانوني الطويل. العراقيون الآن أقرب إلى الوجل والتخوف منهم إلى التفاؤل، خصوصا في ظل رفض الميليشيات الخاسرة الاعتراف بالنتائج ودعوات لعدم إعادة البلاد إلى مسار الصراعات والتأزم على الطرف الآخر. عن ملف الانتخابات العراقية ومصير تشكيل الحكومة المقبلة وخارطة التحالفات الممكنة نفتح النقاش مشاهدينا، لكن بعد هذا التقرير. أزمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وإغلاقا لبعض المناطق والطرق على خلفية دخول العشرات من السيارات التي تحمل مسلحين، بالتزامن مع التصعيد الذي قام به أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات أمام المنطقة الخضراء والتلويح باقتحامها. وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة الاتحادية والتي حسمت فيها نتائج الانتخابات برد آخر الطعون القضائية التي قدمتها الأحزاب خاسرة. أسدلت الستار هالمحكمة الاتحادية على كل مجريات العملية الانتخابية بما يتعلق بالإطار القانوني وصادقت على الأسماء، كل ما يبقى وكل ما سيجري هو في الإطار السياسي. قرار رد الطعون مثل ضربة قوية للأحزاب المسلحة التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير، ويتوقع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع انتهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية التي تعد قراراتها قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية. أعتقد سيكون هناك تصعيد خطر خلال الفترة المقبلة، وهذا ما نحذر به، والإطار التنسيقي والحكمة خصوصا بادرت بالتهنئة للفائزين في نتائج الانتخابات ودعت الجميع إلى الالتزام بالأطر القانونية. وجاء التصعيد غير المسبوق الذي شهدته بغداد بعد ساعات على اجتماع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي لبحث الخيارات المناسبة لمرحلة ما بعد قيام المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما تفتح المصادقة على النتائج الطريق أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين. ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة التي حاولت الضغط باتجاه إلغاء نتائج الانتخابات، لكن رد المحكمة الاتحادية جاء ليغلق الباب أمام هذه المحاولات. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. ومن بغداد ينضم لنا رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، الآن بعد المصادقة فعليا على نتائج هذه الانتخابات التشريعية، ما هو المتوقع وما هي الخطوة القادمة برأيك؟ شكرا على الاستضافة. نحن أمام مسارين، الأول هو المسار الدستوري، وهنا يتحتم دستوريا على رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح دعوة البرلمان للانعقاد في مدة أقصاها 15 يوما، هذا على مستوى الجانب الدستوري. لكن نتحدث في المسار الآخر هو السياسي، وهذا قد يتضمن عدة مسارات أخرى، منها أولا سيدفع باتجاه مزيد من الحوارات المكثفة لإعلان تحالفات رسمية ما قبل انعقاد جلسة البرلمان الأولى، هذا أولا. والأمر الآخر، أتصور بأن جزء من هذا المسار السياسي هو سيكون على أساس تبادل الأدوار، هنا أتحدث عن تبادل أدوار ما بين الواجهات السياسية للفصائل المسلحة وما بين أنصارها بالنزول إلى الشارع من أجل تحسين شروط تفاوضها لغرض الحصول على مكاسب في الحكومة القادمة من جهة، وأيضا وجود حصانة لسلاحها أو حتى حصانة سياسية لبعض تشكيلاتها، وهذا سيمثل تحديا كبيرا أمام التحالفات القادمة. لكن بالنهاية من وجهة نظري
أن جلسة البرلمان الأولى ستكون يعني تعقد في توقيتاتها الدستورية، لكن من وجهة نظري أن بنية الحكومة ستتغير بشكل كبير عن الحكومات السابقة التي تشكلت. طيب، بنية الحكومة، نحن في أواخر العام 2021 في أيام الأخيرة، وبالتالي أحد العناوين العريضة بالنسبة للعراق في العام الحالي هو هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وإن كانت الخامسة منذ العام 2003، إلا أنه أنت تقول أنه البنية ستتغير بشكل جذري. هل سترضي برأيك الحكومة وما سيتمخض عن الاجتماعات المتواصلة والتحالفات المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا لهذه الانتخابات أو لفرضها، والمجتمع العراقي بشكل عام؟ سيدي العزيز، بنية الحكومة ستكون على أساس جديد هو مبدأ توافق الأغلبية، أي الأحزاب التقليدية، وهذا قد يكون مرضيا لهذه الأحزاب التقليدية، خصوصا إذا ما تقاسمت وزارات الدولة ومن ثم الذهاب نحو محاصصة تفتح الباب لفساد. لكن بمقابل ذلك وبناء على فرضية السؤال، لا أتصور بأن بنية الحكومة القادمة حتى وإن تغيرت، أي لا توجد أغلبية سياسية وأيضا قد لا تكون حكومة يتوافق بها الجميع، لذلك لن ترضي هذه الحكومة القادمة إذا ما تشكلت من أغلب القوى التقليدية، لن ترضي الشارع العراقي. ولذلك إمكانية خروج تظاهرات أمر وارد جدا، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية مالية، نقص خدمات كبير جدا، سوء إدارة العراق مؤسساته، وجود شخصيات غير كفوءة على وزارات الدولة تابعة لأحزاب ولميليشيات وفصائل مسلحة، هذه كلها بيئة قد توفر مرة أخرى عودة التظاهرات، وبالتالي لن تكون مقبولة الحكومة ما لم تتبنى برنامجا وطنيا بعيدا عن المحاصصة، واختارت عقول جديدة تدير الدولة العراقية يمكن أن تكون رافعة لأزمات العراق، بخلاف ذلك لن تكون مقنعة هذه الحكومة. أرجو أن تبقى معي دكتور حسان. رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، وفي أول تعليق له طالب الصدر بالإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية للحفاظ على السلم والسلام. هذا وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري التزامه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وأكد حرصه على الالتزام بالدستور والقانون وخوفه على استقرار البلاد أمنيا وسياسيا، إلا أنه شدد على أن الدعوة التي قدمها حزبه ورفضتها المحكمة كانت محكمة ومنطقية ومقبولة حسب رأيه. إذن مشاهدينا، وبقرار حاسم المحكمة الاتحادية تقر نتائج الانتخابات التشريعية وتسقط دعوى إلغائها وسط غضب الفصائل المسلحة. نتابع ثم نعود.
طيب دكتور إحسان، أحد العناوين أيضا العريضة ل 2021 هو اقتراب وعودة العراق إلى محيطه العربي بشكل كبير جدا، بالتالي ماذا نتوقع في العام الجديد وبعد تشكيل الحكومة؟ هذا الأمر يرتبط بمعادلة السلطة القادمة أو الأحزاب التي تدفع باتجاه رسم منهج الحكومة القادمة. هل هي ستمضي بناء على ما حققه العراق من انفتاح على مستوى محيطه العربي الخليجي منه بالتحديد، أو أنها ستنكفئ مثل ما شهدنا في حكومة عادل عبد المهدي؟ لكن أتصور لن تقدم أي حكومة قادمة على التراجع عن الخطوات التي حققتها الحكومة الحالية، على اعتبار أن هذا الانفتاح هو يمثل رافعة لأزمات العراق في كل المستويات، يعني دعم سياسي اقتصادي ثقافي، وبالتالي ستكون الحكومة القادمة أمام ضغط الرأي العام الذي وجد بأن الانفتاح العراقي العربي الخليجي منه بالتحديد هو يمثل بارقة أمل لعودة العراق إلى منظومته العربية أولا، وأيضا أن يكون هناك تواصل متميز في علاقاته مع دول الخليج العربي. نعم. ولذلك أتصور أنه حتى لو كان هناك نعم طيب عفوا في دقيقة، أنت كرمت موضوع القبول بالانتخابات، العامري قبل بها وإن كان على مضض، لكن هل تعتقد بأنه زيارة قاني واجتماعه بالفصائل التابعة لإيران والحشد وحديثه عن أنه هل تريدون الخلافات بينكم ويجب أن طالبهم بأن يقبلوا بنتيجة الانتخابات كان له دور باختصار؟ أنا أمضي مع هذه الفرضية. نعم، قاآني كان له دور كبير لا زال يمارسه على هذه القوى السياسية، خصوصا وأن إيران ليست بحاجة إلى خسارات كبيرة بعد أن خسرت الشارع الشيعي، ومن ثم هي تريد أن تخرج حتى من هذه النتائج للانتخابات لحلفائها بأقل الخسارة، ولذلك أي احتكاك شيعي شيعي سيكلف إيران ثمنا باهظا. لذلك تراجعت هذه القوى الموالية لإيران خطوة إلى الخلف وباتت تصدر مواقف ملتزمة بقرارات المحكمة الاتحادية. شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، كنت معنا من بغداد. وقبل أن نغادر الملف العراقي مشاهدينا، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن عام 2021 سجل تراجعا في عدد العمليات الإرهابية في البلاد، أشار إلى أن العام القادم ستتواصل الجهود للقضاء على جميع بؤر الإرهاب على في عموم العراق. وأضاف الكاظمي أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو حماية الحدود وحماية أمن البلاد والمواطنين.